بجمع البيانات من مصدر أو أكثر، ثم استخلاص النتائج بالاعتماد على هذه البيانات، واستخدام البيانات لإجراء حسابات لحل وضعية مسألة. لدينا جدول بشكله الأفقي يتكون من ثلاث مداخل: مدخل للسنوات، مدخل الأهداف التي سجلها الفريق، والمدخل الثالث للأهداف التي سجلت عليه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الرابع، تنظيم ومعالجة البيانات 3 أو عرض ومعالجة البيانات 3. الأهداف: أولا حل المسائل وإجراء الحسابات باستخدام البيانات، ثانيا جمع البيانات من مصدر أو أكثر، ثالثا استخلاص النتائج بالاعتماد على البيانات. فلنبدأ على بركة الله. بتقويم تشخيصي يتم أثناءه تذكير المتعلمين بكل ما درسوه حول تنظيم ومعالجة البيانات. إذن ماذا نعني بالبيانات؟ البيانات هي مجموعة من المعلومات أو المعطيات التي يمكن أولاً تنظيمها وعرضها في جدول، وهذا الجدول يمكن أن يكون أفقي أو عمودي ذو مدخلين أو أكثر حسب نوعية البيانات أو المعلومات. ثانياً يمكن تمثيلها في مخطط أو مبيان، وهذا المخطط أنواع: مخطط بأعمدة، ما نسميه بالمخطط العصوي أو مخطط بأشرطة، مخطط بخط منكسر، مدراج، ومخطط دائري. ما الهدف من تنظيم وعرض البيانات؟ أولاً لتسهيل قراءتها وتفسيرها ولاستعمالها في حل وضعية مسألة. ما هي مراحل تنظيم وعرض البيانات؟ أولاً تحديد واستخراج البيانات، ثانياً تنظيمها وعرضها في جدول وتمثيلها في مخطط، ثالثاً قراءتها وتأويلها، رابعاً استعمالها لحل وضعية مسألة. إذن كيف يتم الاعتماد على البيانات وجمعها من مصدر أو أكثر واستخدامها لإجراء الحسابات واستخلاص النتائج لحل وضعية مسألة؟ هذا ما سوف نراه في هذا الدرس، فلنبدأ على بركة الله. ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتطرق فيها لكل الأهداف التي رأينا سابقا. أولها بجمع البيانات من مصدر أو أكثر، ثم استخلاص النتائج بالاعتماد على هذه البيانات، واستخدام البيانات لإجراء حسابات لحل وضعية مسألة. يبين المبيان التالي مجمل الأهداف التي سجلها فريق لكرة القدم والتي سجلت عليه خلال السنوات الأربع الأخيرة. أولاً أحدد السنة التي سجل فيها الفريق أكبر عدد من الأهداف، والسنة التي سجل فيها الفريق أقل عدد من الأهداف. ثانياً أحدد السنة التي سجلت عليه أكبر عدد من الأهداف، والسنة التي سجلت عليه أقل عدد من الأهداف. ثالثاً أعرض البيانات الممثلة في المبيان على الجدول التالي. ثالثاً ألف ما مجموع الأهداف التي سجلها الفريق منذ سنة 2021؟ ب ما فارق الأهداف بين ما سجله وما سجل عليه منذ سنة 2021؟ إذن المبيان التالي يبين لنا مجمل الأهداف التي سجلها الفريق الممثلة باللون الأخضر والتي سجلت عليه ممثلة باللون الأحمر خلال الأربع سنوات، يعني منذ سنة 2021 إلى حدود سنة 2024. السؤال الأول: أحدد السنة التي سجل فيها الفريق أكبر عدد من الأهداف. إن هنا سوف نركز على الأعمدة باللون الأخضر. إذن فنلاحظ أن أطول عمود أو أطول شريط هو الذي يمثل لنا أكبر عدد من الأهداف خلال سنة 2021، والسنة التي سجل فيها أقل عدد من الأهداف دائما نركز على اللون الأخضر، فنلاحظ أن أصغر عمود خلال سنة 2023. السؤال الثاني: أحدد السنة التي سجلت عليه أكبر عدد من الأهداف. إذن هنا سوف نركز على الأعمدة باللون الأحمر. إذن أكبر عدد من الأهداف يعني أطول عمود، يعني خلال سنة 2023. السنة التي سجلت عليه أقل عدد من الأهداف دائما مع اللون الأحمر، أقل عدد يعني أصغر عمود الممثل باللون الأحمر خلال سنة 2024. سؤال الثالث: أعرض البيانات الممثلة في المبيان على الجدول التالي.
إذا لدينا جدول بشكله الأفقي يتكون من ثلاث مداخل: مدخل للسنوات، مدخل الأهداف التي سجلها الفريق، والمدخل الثالث للأهداف التي سجلت عليه. إذا خلال سنة 2021 عدد الأهداف التي سجلها الفريق تساوي 35 هدف، وعدد الأهداف التي سجلت عليه من نفس السنة هي 15 هدف. خلال سنة 2022 عدد الأهداف التي سجلها 32 هدف، والتي سجلت عليه 20 هدف. خلال سنة 2023 عدد الأهداف التي سجلها 20 هدف، والتي سجلت عليه 25. سنة 2024 سجل 25 هدفا وسجلت عليه 10 أهداف. سؤال الثالث ألف: ما مجموع الأهداف التي سجلها الفريق منذ سنة 2021؟ في هذه الحالة سوف نقوم بحساب مجموع هذه الأهداف، هنا سوف نستعمل الجمع. إذا لدينا هنا 35 زائد 32 هدف زائد 20 زائد 25. إذا نبدأ من الوحدات: 5 و 2 7، 7 و 0 7، 7 و 5 12. إذا نكتب 2 ونحتفظ بواحد. نمول العشرات: 3 و 3 6، و 2 8، و 2 10، و 1 الاحتفاظ 11. إذا ومجموع هذه الأهداف هي 112 هدفا. سؤال ب: ما فرق الأهداف بين ما سجله وما سجل عليه منذ سنة 2021؟ في هذه الحالة سوف نقوم هنا بحساب مجموع الأهداف التي سجلت عليه، ثم بعد ذلك سوف نقوم بحساب الفارق. إذا سوف نكتب 15 زائد 20 زائد 25 زائد 10 تساوي 5 زائد 15. إذا نكتب 0 ونحتفظ بواحد. إذا لدينا هنا 1 و 1 الاحتفاظ 2، و 2 4، و 2 6، و 1 7. إذا مجموع الأهداف التي سجلت عليه هي 70، والأهداف التي سجلها هي 112 هدفا، والفارق بينهما سوف نستعمل هنا عملية الطرح. إذا 112 ناقص 70 تساوي 2 ناقص 0 يساوي 2، 11 ناقص 7 تساوي 4. وبالتالي ففارق الأهداف بين ما سجله وسجل عليه هو 42 هدفا. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية. نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.